الزائر الأصفر يحلو ضيفاً على بغداد مجدداً. عاصفة ترابية تعم سماء العاصمة، انعكاسات انتشارها متعددة متنوعة. أبو حسين صاحب بسطة في شارع السعدون يقول أن العاصفة تقلل من إقبال بعض المتبضعين عليه، وقد تؤثر على بعض من بضاعته. عنده بسطية وما عايش بيها، والحمد لله مدبر الأمور والوضعية، وهي على قد الحال. بس شو نسوي، هاي التراب يأثر، رمضان وشغل ماكو، وهي من أساس شغل ماكو، بعدين رمضان وتراب، الحركة كلش منتهية. أسباب عدة تقبع وراء تزايد توالي العواصف الترابية، قد تبدأ بالتغيرات في العوامل المناخية ولا تنتهي عند قلة الأحزمة الخضراء التي أضحت حديث البغداديين ومطلبهم. التسجيل شيء ضروري، يعني يقلل من الأتربة، يقضي على ظاهرة التصحر، يعني المفروض يبنوا المكان الصحراء أشجار وشغلات. لازم حزام أخضر، لا بد وأن حزام أخضر، شان لو أكو حزام أخضر ما صارت هاي الترابة، ما صارت هاي المخرة. وبحسب الإحصائيات المسجلة من قبل الهيئة العامة للأنواء الجوية، فقد ارتفع عدد الأيام المغبرة لـ30 يوما في السنة لفترة عقدين من الزمن، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050. عوامل مجتمعة ساعدت في سرعة زحف الكثبان الرملية نحو المدن، وهنا تكمن أهمية تنفيذ الحزام الأخضر وفق مختصين لمواجهة ازدياد العواصف الترابية واتساع تداعياتها. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.